بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. التمرين أو النشاط السادس يشير إلى الجدولين المقابلين، هذا يشيرين إلى عدد كيلومترات مسجلة بعدات سيارة عند انطلاق من مكان وعند وصولها إلى مكان آخر، هذا الأول وهذا الثاني. إذن التعليمة تقول، نقرأ التعليمة جيدا، حدد المسافة التي قطعتها السيارة. طبعا لدينا العدد الأول، إذن عند الانطلاق كان العدد هذا يشير إلى هذا 25372. بعد قطع المسافة طبعا ستزيد العدد، اسمه عدد لأنه فيه كذا. إذن ماذا يعني هذا عند الانطلاق عند الوصول؟ يعني ثم تزيد حينما نركب السيارة، نرى أن العدد إذن ثم تزيد. إذن هذا عند الانطلاق، هذا عند الانطلاق، وهذا عند، ننظر مع بعضنا، طلقت السيارة من هنا وكان العدد بها هذه، وصلت السيارة إلى هنا وأشار العدد عدد السيارة إلى 25507. إذن لنحدد المسافة لابد من طرح هذا من هذا ما أشار إليه العدد من الأول. إذن نطرح العدد الثاني من العدد الأول فنتحصل على ما يلي 7. إذن نحترم المنازل باعتبار أن العدد صحيح طبيعي. إذن الأحد تحت الأحد، 7 إلا 2 يساوي 5، 0 إلا 7 لا أستطيع أستعير 1، 10 إلا 7 وأرجعه طبعا، 10 إلا 7 3، 5 إلا 4 1، و5 إلا 5 0، و2 إلا 2 0. طبعا هذا إذن ما يعني أن 135. إذن لنكمل ذلك لابد إذن تمام هذا، إذن دعموا القناة